تحية طيبة أعزائي، وأهلا وسهلا بكم في حلقة فلاسفة الطبيعة. يقول الفيلسوف المعاصر الشهير فريدريك نيتشا في الفلاسفة الأوائل أنهم اخترعوا النماذج الأصلية للفلسفة اللاحقة. هذه النماذج هي محور الحلقة. موضوع الحلقة هو عن فلاسفة الطبيعة الأوائل ومن كان معهم من المفكرين في ذات الحقبة التاريخية الذين هم أعضاء الجمعية الفيثاغورية. سوف نتناول أفكار هؤلاء الفلاسفة فيما يتعلق بالطبيعة بشكل خاص وفيما يتعلق بأفكارهم الفلسفية بشكل عام، بحيث في نهاية الحلقة سنكون قد وضحنا تسلسل الأفكار تباعا، وسنفهم آلية تفكير كل فيلسوف وكيف توصل إلى ما توصل إليه. في هذه الحلقة هناك شروحات ومناقشات وإيضاحات، لن أكتفي فقط بالخطوط العريضة، سأتوغل أكثر في الفكر وبشكل مبسط للمبتدئين. يقول الفيلسوف المعاصر برتراند راسل: من خلال الكون اللامحدود يحصل العقل الذي يتأمله على نصيب من اللامحدودية، فهيا بنا نتأمل معا كيف كانت البدايات الفكرية الأولى. في البدايات الأولى كان التصور الأسطوري للعالم هو السائد. تقريبا في كل بقاع الأرض كان هذا التصور هو المسيطر. حتى في بلاد اليونان كان لهم آلهتهم الخاصة، وكان لهذه الآلهة أسماء: زيوس، هرقل، هيرا، أثينا، أبولون، أسكيلبيوس وغيرهم. في نحو 700 قبل الميلاد، أي قبل ظهور الفلسفة في بلاد الإغريق، قام هوميروس وهزيود بتسجيل الأساطير الإغريقية. هي أساطير مشهورة حتى يومنا هذا. كتبوا الأساطير على ورق، وبهذه الكتابة أصبحت موضوعا للمناقشة، وعندما أصبحت موضوعا للنقاش بدأت الشكوك حول صحتها، وهذه الشكوك سرعان ما نمت وتحولت إلى يقين، فكان لابد في النهاية أن ينهض العقل ليقدم محاولات الأولى في تفسير الأمور. كتابة هذه الأساطير كان القصد منها هو ديمومتها، وهي بقيت بالفعل ولكن كإرث ميثولوجيا فقط، في حين في ذلك الزمان كان تدوين هذه الأساطير هو ما تبعه بعد ذلك الشكوك التي أودت مع الزمن إلى اندثار هذه الأساطير. إن مصطلح فلسفة يطلق على الأسلوب في التفكير. في الحلقة السابقة قدمنا الخطوط العريضة وكان يهمنا المشروع العام لكل فيلسوف. أما هنا نحن لا نريد فقط المشروع، نريد أن نتبين أسلوب تفكير كل فيلسوف ومن أين انطلق في تفكيره. طبعا قد تبدو المقدمات مملة ولكنها هامة جدا. أسلوب ونمط التفكير قد تغير بشكل جذري وتحول من التفكير الأسطوري إلى التفكير المبني على العقل والتجربة. كان أول ما استدعى النظر فيه وإعمال الفكر فيه هو الطبيعة، وليس فقط الطبيعة كما نراها لأول مرة، بل التغيرات التي تطرأ على الطبيعة. وركزوا هنا على التغيرات، فهناك نمو وبناء، وهناك أيضا انحلال وتلاشي، وهذه التفاصيل لا نجدها فقط في الطبيعة، بل نجدها أيضا في الإنسان نفسه. هذه التغيرات التي نلاحظها، على ماذا تطرأ؟ أين تحل؟ فيما تحل؟ من أين جاءت الأشياء وإلى أين هي متجهة ولماذا تتغير؟ هذه هي الأسئلة الأولى التي دقت أول مسمار في نعش الفكر الأسطوري القديم. هذه الأسئلة هي التي كانت مفتاح نشأة الفلسفة الأولى، كانت بدايات إعمال العقل على ما حولنا. قال اليونانيون القدامى أن هذا الذي يتغير في الطبيعة لم يخلق من العدم، ولا تؤول إليه الأمور إلى العدم، هو مادة موجودة فعلا وتتحول إلى مادة موجودة كذلك. لا شيء يأتي من العدم، الكل موجود، والتحول يكون من شيء موجود إلى شيء موجود أيضا. الأشكال والأشياء كلها، سواء كانت شجرة أو سمكة أو إنسان أو حتى جماد، كلها أجزاء من مادة بعينها يطرأ عليها التحول والتغير. فماذا عساها تكون هذه المادة؟ هذا هو أول سؤال حاول الفلاسفة الإجابة عنه. ما هي ماهية هذه المادة التي تكون كل شيء وموجودة في كل شيء ومنها كان كل شيء لأنها هي الأساس وهي الأصل، وإليها سيعود كل شيء لأنها هي الأساس وهي الأصل؟
وهي التي يطرأ عليها هذا التغير الذي نراه ونلاحظه. طبعا من المهم جدا أن نفهم أن المادة الأولية بذاتها لا يطرأ عليها أي تغير، هي موجودة ودائمة ونقطة انتهى. الذي يتغير هو الأشياء المكونة منها، وكونها هي المكونة نقول أن التغير يطرأ عليها، لأنها هي التي تكون الشيء، وبالتالي أي تغير يطرأ على الشيء سنقول أنه يطرأ عليها لأنها هي الشيء، هي أصل هذا الشيء. إذن المادة بذاتها لا تتغير، وهذه نقطة هامة جدا. وهذه هي طريقة التفكير الأولى قبل البدء بطرح استنتاجات ونتائج وأطروحات عن هذه المادة وغيرها. ما يهمني أكثر هو طريقة التفكير. النتائج تلخص في دقيقتين، لكن النتائج لا تكفي، علينا أن نعرف كيف كانوا يفكرون. لسوء الحظ أرسطو الذي أتى بعد فلاسفة الطبيعة بسنوات عديدة لم يوضح طريقة تفكيرهم ولا كيف هم توصلوا إلى هذه النتائج، لذلك لا نعرف سوى القليل عن فلاسفة الطبيعة، ونعرف النتائج التي قام أرسطو بتلخيصها، ولكن هناك قراءات فكرية معقولة جدا عن طريقة تفكير هؤلاء الفلاسفة الأوائل، وهذا بالضبط ما سنتحدث عنه عند كل فيلسوف بدءا من طاليس. فلسفة وقصص هؤلاء الفلاسفة كل على حدة وببساطة وبيسر كي يسهل الفهم. وبالعودة إلى ما كنا عليه، إذن فكر الإنسان بالمادة التي يتألف منها الوجود، المادة التي تتعرض للتغيرات والتي هي في كل شيء. لاحظوا أن المسائل العقلية تتوجه نحو الأمور المحسوسة المادة، بينما سنجد لاحقا أمام تطور الأمور وتصاعدها مع الزمن في عهد سقراط وأفلاطون أن العقل سيوجه نظره تجاه قضايا مجردة ومطلقة. طبعا لم يكن سقراط هو الأول في طرحه لهكذا نوع من القضايا، كان هناك محاولات من قبل الفيلسوف بارمينيتس الذي هو من فلاسفة الطبيعة، ولكن وقته لم يحن بعد لمناقشة أفكاره. فنحن الآن لازلنا عند أول الفلاسفة وهو الفيلسوف طاليس، نحن لم نبدأ بالفلاسفة بعد، ولكن كل ما سبق كان لابد منه، ومن الخطأ أن نبدأ بأفكار الفيلسوف مباشرة قبل أن نفهم الأجواء الفكرية التي كانت في المحيط الجغرافي والتاريخي لهذا الفيلسوف. الفيلسوف طاليس قال بأن المادة الأولية التي هي أصل كل شيء وتكون كل شيء ومنها وإليها تعود الأشياء، فلندعوها من الآن فصاعدا بالمادة الأولية فقط بدلا من تكرار كل ذلك. طاليس قال بأن المادة الأولية هي الماء، ولكن لماذا الماء؟ طاليس بالتأكيد لم يرمي ذلك جزافا، فهو قد قال ما قاله بعد تفكير، فما الذي فكر فيه؟ المادة الأولية حتى تستطيع أن تسع كل شيء لابد لها من أن تكون مرنة، بل شديدة المرونة. لابد للمادة أن تكون قادرة على التقولب لتتشكل في صور مختلفة. لابد للمادة أن لا تكون ذات صفات محدودة. صفاتها مميزة ومعروفة نعم، ولكن يجب أن لا تكون صفاتها محدودة. هذه هي الصفات التي تليق بمادة موجودة في كل شيء، وإلا فكيف يكون بمقدورها أن تكون في كل الأشياء؟ لابد لها من أن تكون مرنة وقابلة للتقولب وذات صفات وخصائص مميزة وغير محدودة. قال طاليس بأن الماء هو قوام الموجودات بأسرها، لأن الماء فيه كل تلك الصفة. فلماذا لا يكون الماء؟ الماء يكون بخارا، يكون ثلجا، يكون مطرا، غاز وصلب وسائل، وكل شيء في الحياة هو في إحدى هذه الصور الثلاثة. لذلك فكر طاليس أن الماء هو المادة المنشودة، هو المادة الأولية، ولا يوجد فرق بين الإنسان والحجر والحيوان والنبات إلا بكمية الماء، فالكمية هي التي تجعل الأشياء تختلف فيما بينها. يرجح أرسطو أن طاليس قد خلص إلى هذه النتيجة لما رأى أن الحياة لا تكون إلا بالماء، فحيث هناك ماء هناك حياة، وحيث ينعدم الماء تنعدم الحياة. وصل طاليس في رأيه إلى حد التخيل بأن الأرض قرص متجمد يسبح فوق لجج مائية ليس لأبعادها نهاية، وذلك لأن الخشب وأشياء أخرى تطفو فوق الماء، فلماذا لا تكون الأرض كذلك؟ طبعا نستطيع أن نحاجج طاليس بأن الحجارة لا تطفو وإنما تغرق. هذه هي خلاصة الفيلسوف طاليس، والأهم كيف كان يفكر، أو فلنقل ما هي الزاوية التي من المرجح أنه رأى الأمور من خلالها. كل إنتاجات طاليس الفلسفية الطبيعية تتلخص في جملتين،
الكون يتألف من ماء، الأرض قرص يسبح فوق ماء، بمعنى وضع وسادة مائية لكي يفسر ارتكاز الأرض وثباتها. وعلى الرغم من ثزاجة هذه الاطروحات وفشل هذه المحاولات في تقديم التفسيرات، إلا أنها تبقى المحاولات الأولى التي عانت بتفسير الكون، لا بالأساطير ولا بقوى الآلهة المتعددة، وإنما بالعقل. ثم جاء بعد ذلك التلاميذ والفلاسفة الآخرون الذين اعتمدوا على هذا الأساس الذي انطلق منه طاليس. طاليس المؤسس لقالب فلسفة دام سنوات عديدة. طاليس لم يكن فقط فيلسوفا، بل كان عالما بالفلك وعالما بالرياضيات. المراجع تقول بأن هناك ما يقال عن طاليس بأنه تنبأ بكسوف الشمس الذي حدث سنة 585 قبل الميلاد، لكن ليس هنالك ما يؤكد هذه الحادثة. وقالوا بأن طاليس قاس ارتفاع أحد أهرامات مصر بقياس ظله على الأرض في لحظة معينة كان فيها تساوي بين قياس الجسم مع قياس الظل. طبع الفلسفة طابعا خاصا، وهو الطابع المعني بالطبيعة ودراسة الطبيعة، وظل هذا الطابع ملازما للفلسفة إلى عهد سقراط والسفسطائيين. كان طاليس يقول بأن أحجار المغناطيس كائنات حية. وأخيرا في الكلام عن طاليس، ينسب إليه التأكيد على أن كل شيء مليء بإله، ولا نعرف ماذا كان يقصد، وليس هنالك تفاصيل تخص هذا التوجه. رأى طاليس أن الماء هو أصل الوجود. أناكسيمندر قال بأن أصل الوجود هو مادة لا نهائية وغير محدودة. أناكسيمنس قال بأن أصل الوجود هو الهواء. الفيثاغوريون، طبعا لا أقصد فيثاغورس بالتحديد، إنما الجمعية الفيثاغورية سنتكلم عنها لاحقا، رأوا أن العدد هو أصل الوجود. هيراقليطس قال بأن النار هو الأصل. أمفيدوكليس قال بأن أربعة عناصر مجتمعة، الماء والنار والهواء والتراب، هم أصل الوجود. ديموقريطس رأى أن ذرات متناهية في الصغر وغير قابلة للتجزئة هي أصل الوجود. طبعا نحن لم نتحدث إلا عن طاليس حتى الآن، ولكن أورد لكم هذا التسلسل. هذا هو الترتيب الزمني لتواجد هؤلاء الفلاسفة بدءا من طاليس وحتى ديموقريطس. لاحظوا كيف أنهم جميعهم يقتفون أثر الفيلسوف الأول طاليس. الجميع يبحث عن أصل الوجود، الجميع يبحث في عالم المادة. لذلك طابع الطبيعة الذي عرف به هؤلاء الفلاسفة يقال فيه أيضا أنه طابع المادية، وظلت هذه المادية حتى عهد سقراط والسفسطائيين كما قلنا، مع وجود محاولة مشرفة لفيلسوف الطبيعة بارمينيتس الذي سيكون محور حديث الحلقة القادمة. بعد طاليس جاء الفيلسوف الثاني أناكسيمندر. رفض أناكسيمندر فكرة أن يكون الماء هو أصل الوجود، وقال بأن المادة الأولية هي مادة لا نهائية، مادة لا يمكن تحديدها. احفظوا هذه الجملة جيدا، سنعود إليها في نهاية الشرح، سنصل إليها. كيف فكر أناكسيمندر؟ في عالم الصفات هناك دوما تقابل للصفات مع صفات مضادة، وهذا التقابل ضروري حتى تكون الصفات موجودة. ماذا يعني كل ذلك؟ سنشرح. أنت لا تدرك الصفة إلا إذا أدركت نقيضها معها. لن تفهم الحرارة إلا إذا اقترنت في ذهنك بالبرودة، وبضدها تتميز الأشياء. أنت تعرف الشيء بمعرفتك للنقيض. أربعة عبارات مختلفة ولكنها بذات المعنى. هذا التقابل بين الصفة ونقيض الصفة ضروري، وإلا لما كانت الصفة ولما كان نقيض الصفة كذلك. انعدام هذا التقابل التضادي سيؤدي بالضرورة إلى انعدام الصفات نفسها. لا يمكن أن تكون هناك صفة من دون نقيض. ولكن الماء لديه صفاته الخاصة، لديه خصائصه التي تشير إليه، وبالتأكيد صفاته لديها نقائض وإلا لما وجدت. وبالطبع الماء يتصف بصفاته فقط، أما نقائض هذه الصفات فليست فيه، وبناء على ذلك لا يمكن للماء أن يكون هو مصدر كل الأشياء،
لأن هناك أشياء فيها الصفات المناقضة التي ليست في الماء. إذن الماء حكما ليس المادة المنشودة، وإذن وبالضرورة لا يمكن للمادة المنشودة أن تكون معروفة الصفات، بل أكثر من ذلك لا يمكن للمادة المنشودة أن تكون بصفات. هي مادة بلا صفات، هي مادة بلا شكل، نحن لا نعرف شيئا عنها، إذن هي مادة لا يمكن تحديدها، هي مادة لا نهائية. أطلق أنكسيمندر اسم الأبيرون على المادة الأساسية التي تترجم عادة بالمطلق أو اللامحدود أو اللانهائي. أنكسيمندر نظر إلى مادة الطبيعة، نعم نظر إلى المادة، ولكنه رأى أن الإجابة ليست فيما تراه العين، وإنما في ما لا تراه العين. أنكسيمندر كان تلميذ طاليس، أو هكذا يقال، كان واسع العلم بالجغرافيا والفلك، كانت لديه تلك النظريات الغامضة والغريبة في زمانه. قال بأن هذا العالم الذي نعيش فيه عالم واحد من بين عوالم كثيرة، وهذه العوالم تظهر ثم تختفي، ثم تظهر ثم تختفي، وهكذا، وهذا الظهور والاختفاء يكون ضمن ما يسمى المطلق أو اللامحدود. وضع أنكسيمندر رأي في نشأة الحياة وتطورها، وهذا الرأي فيه شبه كبير مع النتائج التي توصل إليها العلم الحديث في أواخر القرن الماضي. كان يقول بأن الأرض كانت سائلة ثم تجمدت، ثم تعرضت إلى مصدر حراري كبير مما أدى إلى تبخر الماء والجليد، مكونة بذلك طبقات من الهواء. وعند التقاء الحرارة مع البرودة، وركزوا هنا، عند التقاء الحرارة مع البرودة تكونت الكائنات الحية، وهذه الكائنات كانت بدائية ومنحطة في البداية، ثم تطورت على مراحل ودرجات بفعل الغريزة التي تدفع الكائن إلى التكيف مع الوسط البيئي المحيط، وأن الإنسان كان في مراحله الأولى سمكة تعيش في الماء، ثم اضطرت هذه السمكة نتيجة أن الماء قد تبخر إلى أن تقلب زعانفها مع مرور الزمن إلى أعضاء تصلح للحركة فوق اليابسة. فتخيل معي إلى أي درجة كان هذا الغامض أنكسيمندر متلاقيا بشكل ما مع النظريات والفرضيات الحديثة، نظرية داروين في التطور ونظرية العوالم المتوازية، وإن كان العلم لم يثبت صحتها. وهذا الغامض أنكسيمندر كان في القرن الخامس قبل الميلاد، وهاتان ليستا الفرضيتان الحديثتان الوحيدتان، فهناك فرضيات علمية حديثة تفترض قضايا علمية. أشار أنكسيمندر إلى ما يشابهها بشكل مريب، وهو في عصور ما قبل الميلاد. يقال أن أنكسيمندر هو أول الفلاسفة الذين دونوا رسائل في الفلسفة، لكن هذه الرسائل فقدت لسوء الحظ. هناك مصادر تقول أنه ألف كتابا عن الطبيعة، وكان اسمه عن الطبيعة أيضا. بالطبع أنكسيمندر ربما لم يكن صائبا، كان يعتقد أن كل شيء يخلق يجب أن يختلف عن خالقه، لذلك لا يمكن أن يكون المبدأ الأول مجرد ماء أو أي مادة أخرى تتسم بصفات. هو كحال طاليس تماما، لم يقدم تحليلا صائبا، ولكن أسلوب هذا التحليل، وهو الذي يهمني في هذه الحلقة، أسلوب هذا التحليل هو أسلوب عقلاني، وهو الأول من نوعه في تاريخ البشرية كما وصلنا. هناك محاولات فلسفية قبل طاليس وأنكسيمندر، ربما سنورد لها حلقة لاحقا. أنكسيمندر قال بأن الأرض ليست بحاجة إلى وسادة مادية كوسادة الماء التي وضعها طاليس، ليست بحاجة لهذه الوسادة كي تثبت وتتركز، وفسر الأمر على أن الأرض ترتكز على مركز الكون الكروي ويدور حولها كل شيء آخر، وهذا التموضع هو ما يفسر عدم سقوط الأرض في الفضاء، لأنها محفوظة في مكانها عن طريق التوازن. وهذا كل ما لدينا عن أنكسيمندر. الفيلسوف الثالث هو الفيلسوف أنكسيمنز، الذي قال بأن الهواء هو المادة الأولية التي تتكون منها الأشياء. كيف فكر أنكسيمنز؟ الماء ليس شاملا كفاية ليسع الكون بأكمله، فهناك اليابسة والأجرام مثلا، والمادة التي ليس لها شكل ولا صفات لا تصلح لأن تكون المادة الأولية لأنها بلا صفات، فكيف يستطيع شيء غير معروف وبلا صفات أن يشكل أشياء لها صفات؟ من أين تأتي هذه الصفات للأشياء طالما أنها ليست في المادة المؤسسة لها؟
إذن طاليس وأنكسيمندر مخطئان، المادة الأولية ليست الماء وليست من دون صفات، هي ستكون عندها صفات حكما، وصفاتها يجب أن تكون شاملة كي تستطيع أن تمرر هذه الصفات إلى الأشياء، ويجب أن يكون لهذه المادة الشمول الأوسع الذي كان ناقصا في الماء. إذن لابد أن تكون هذه المادة هي الهواء، فالهواء في كل الأرجاء، في كل مكان، في الأرض وفي السماء هناك الهواء. الحياة في صميمها ليست إلا أنفاسا من الهواء تتردد في الصدر شهيقا وزفيرا. إذن الهواء هو المصدر الأول الذي صدرت عنه كل الموجودات، حتى الماء والنار هما هواء. الماء هو هواء مركز، النار هو هواء مخفف، بمعنى أن الهواء يتكاثف ويتخلخل، عندما يتخلخل ينقلب نارا، وعندما يتكاثف ينقلب سحابا، والسحاب هو مطر، والمطر هو ماء، وعندما يتجمد الماء يكون هناك تربة وصخور. إذن الأرض قرص مسطح يسبح في الهواء، وهنا أعاد أنكسيمنس الوسادة المادية للأرض كي ترتكز عليها. الأشياء متنوعة ومختلفة لأن الهواء عشوائي في تخلخله وتكاثفه، بمعنى آخر الكم هو الذي يعلل تنوع واختلاف الأشياء، بحسب كمية الهواء تكون الأشياء. طبعا نحن نعلم أن الهواء لا يمكن أن يعطي ورقة الشجرة اللون الأخضر لأنه ليس أخضرا، فكيف بمقدور الهواء أن يعطي ورقة الشجرة صفة اللون التي ليست فيه من الأساس؟ نستطيع أن نحاجج أنكسيمنس بنفس الحجة التي قالها في أنكسيمندر، وكذلك الأمر بالنسبة لطاليس، مع أن أنكسيمندر الفيلسوف الثاني قال بأن المادة الأساسية الأبيرون تستطيع عن طريق شيء يدعى التمايز أن تقدم الصفات للأشياء، لكن بشكل عام هذا الأمر ضبابي وغير معروف، ولا أحد يعرف إذا ما كان أنكسيمندر قد وضع إجابة فعلا أم لا. أنكسيمنس وطاليس سوف يعللون تنوع الأشكال والأشياء واختلاف الصفات على أنها تعود إلى الاختلاف في الكم. الاختلاف في كم المادة الأولية هو السبب في التنوعات والاختلافات. طبعا أنكسيمنس لا يقلل من قيمة التراب والنار والماء، فهي بنظره أساس لخلق الحياة، لكن نقطة البداية هي الهواء. جميعهم ما كانوا ليكونوا لولا الهواء الذي هو المادة الأصلية، المادة الأولية لكل شيء. وعند هذه النقطة نكون قد انتهينا من رحلة أول ثلاثة فلاسفة في التاريخ. وقبل استكمال الحلقة، طبعا ما هو قادم مهم جدا ويجب أن لا نغفل عنه عندما نتحدث عن البدايات الأولى في التفكير العقلي، وأنا أتحدث عن الفيثاغوريين الذين كانوا معاصرين لفلاسفة الطبيعة الأوائل، وأهميتهم كفلسفة تكمن في أنهم حلقة الوصل بين المرحلة الحسية الساذجة ومرحلة الفكر المجرد، وهذا شيء مهم جدا يجب علينا أن نذكره، وسنعود إليه في الحلقة القادمة، ولذلك علينا أن نتكلم عن الفيثاغوريين وفكر الفيثاغوريين. ولكن قبل ذلك أصدقائي، أرجو دعم القناة بالطريقة التي ترونها مناسبة للدعم، اشتركوا بالقناة، اضغطوا زر الإعجاب، شاركوا الحلقة مع المهتمين بعالم الأدب والفكر والفلسفة وعالم القراءة بشكل عام. وللتوضيح لمن سيتابع معي هذه السلسلة التي أريد من خلالها تقديم الفلسفة للمبتدئين قدر الإمكان قبل الغوص لاحقا بعد انتهاء السلسلة في أمور فلسفية أكثر تعقيدا، للتوضيح فقط هذه السلسلة مستمرة، ولكن الحلقات ستكون متباعدة زمنيا، ليس كل أسبوع بل كل 10 أيام حلقة، وربما أكثر، ربما كل 15 يوما حلقة، وذلك بالطبع لأن الحلقات تأخذ مني جهد كبير جدا، وأنا وحدي في هذه القناة، ليس هناك فريق عمل، أنا وحدي أصنع كل شيء ومن الموبايل فقط. انتظروا الحلقات القادمة، ولكن كل 10 إلى 15 يوم حلقة، وفي النهاية أنا لا أريد أن أقدم محتوى ضعيف، هو للمبتدئين نعم، وأنا أحاول تبسيطه قدر الإمكان نعم، ولكنه ليس ضعيفا. والآن لنبدأ الحديث عن الفيثاغوريين. الفيثاغوريون سميوا كذلك نسبة إلى المؤسس والزعيم العالم المشهور جدا والمعروف فيثاغورس، هذا العالم الذي شاعت حوله الكثير من الأساطير والقصص والحكاية التي بعضها يكون أقرب إلى الخيال، فمثلا يقال أنه ظهر في أماكن عديدة في وقت واحد،
أسس فيثاغورس الجمعية الفيثاغورية التي لم تكن في البداية مدرسة فلسفية، بل كانت جمعية تدعو إلى الإصلاح ومكارم الأخلاق وطهارة النفس. لذلك كان أعضاؤها يرتدون لباسا أبيضا كشعار لهم. الجسم لم يكن بالنسبة لهم إلا سجن الروح، لذلك آثروا في عيشتهم الخشونة والتقشف. الهدف طبعا هو تحطيم الأغلال والقيود وتخليص النفس من السجن، شريطة أن لا يكون الانتحار سبيل ذلك، لأنهم يؤمنون بأن الإنسان ملك لله. نستطيع أن نفترض أن فيثاغورس أسس هذه الجمعية التي تدعو إلى الخير والفعل الصالح، لأنه في بدايات حياته وفي طفولته تعرض هو وأهله وقومه إلى الذل والإهانة والعذاب من قبل طاغية جبار كان يحكم وطنهم. هذا الطاغية يدعى بوليكراتس، وطغيانه هو الذي أثار في فيثاغورس ذلك الحافز الذي انتهى في نهاية الأمر إلى تأسيس الجمعية الفيثاغورية التي ربطت أعضاؤها بروابط الأخوة والإخاء والمحبة، فسلكوا الصراط المستقيم في سبيل تحقيق المثل. حاولت هذه الجمعية نشر أفكارها وتعاليمها، لكن الحكومة منعتها من ذلك وقامت بحرق مكان اجتماعاتهم وفرقت شملهم وقتلت بعضهم. كانت الجمعية ذات نزعة صوفية غامضة، وهذا ما كان ربما سبب انتشار الأساطير والحكاية حول الجمعية وحول فيثاغورس نفسه. كان للجمعية نزعة علمية وفنية تستحق التقدير، اهتموا بالرياضة والفنون والموسيقى والطب والرياضيات. ربما أكثر ما هو مشهور فيه فيثاغورس هو نظرياته في الرياضيات، لكنه كان أكثر من ذلك. لي فيثاغورس قصائد شعرية تنسب لغيره من الشعراء. كان فيثاغورس يؤمن بتناسخ الأرواح، وكان يمنع لسبب ما تناول الفول. تفكير بالفلسفة والعلوم وأي نشاط عقلي وروحي هو بالنسبة للفيثاغوريين وسيلة لتطهير النفس من أدران الجسد. لذلك نرى عندهم هاتين النزعتين، النزعة الصوفية والنزعة العلمية والفنية. الفيثاغوريون كانوا أول من أكدوا أن الرياضيات يمكن الاهتمام بها من أجل الإشباع العقلي وليس لأنها تصلح للحسابات فقط. كانوا يقولون إذا أردت أن تحيا إلى الأبد فادرس الرياضيات، وكان لهم تأثير كبير على الفيلسوف أفلاطون، سوف نرى ذلك في الحلقة الخاصة بأفلاطون. كل ذلك هو الموجز في تاريخ الفيثاغوريين، لكن لماذا نوليهم كل هذه الأهمية؟ لماذا استحقوا أن يكونوا في فصل من فصول تاريخ الفلسفة؟ قال الفيثاغوريون أن العدد هو أصل الوجود. كيف فكر الفيثاغوريون؟ قالوا بأن سبيل معرفة الأشياء هو أوصاف هذه الأشياء، ولكن قد تكون ورقة شجرة خضراء وقد تكون صفراء، بعض الشرابات طعمها حلو وبعضها طعمها ليس حلو، وما إلى ذلك من الأمثلة. وما أكثر الأوصاف؟ الأوصاف غير جوهرية، متغيرة نسبية، ولكن هناك صفة واحدة عامة في كل شيء، صفة ثابتة وجوهرية، وهي صفة العدد. لا يمتاز شيء عن شيء إلا بالعدد، فالعدد هو جوهر الوجود وحقيقته. تستطيع الأشياء أن تكون قائمة من دون صفات اللون والطعم والرائحة التي تخصها، ولكن لا يمكن أن تكون الأشياء قائمة من دون العدد. هناك 10 برتقالات مثلا، لا يهم لونها ولا يهم طعمها، لأن الطعم واللون صفات ليست جوهرية في البرتقالة. ما دامت البرتقالة تستطيع أن تكون برتقالة أيا كانت هذه الصفات، قد يتغير لونها مع الزمن لكنها تبقى برتقالة. نستطيع أن نتصور البرتقالات بأي لون وبأي طعم، لكن لا يمكن تصورها إذا كانت غير قابلة للعد. لذلك قابليتها للعد هو الصفة الجوهرية، هو الصفة التي تلازم وجودها، لأنه إذا انعدمت هذه الصفة انعدمت الأشياء. إذا انعدمت قابلية العد للشيء ينعدم الشيء ولا يكون موجودا. بينما يستطيع الشيء أن يكون أخضرا أو أصفرا أو أي لون آخر بدون أن ينعدم. لذلك الأساس الذي لا يزول هو قابلية العد، هو العدد. فالعدد هو الأساس وهو الجوهر. بوجود العدد هناك وجود، بزوال العدد سيزول الوجود. حتى الموسيقى هي في جوهرها أعدادا،
لأنها موجات صوتية واهتزازات تقاس بوحدات معروفة في علم الصوت، وعدد هذه الوحدات هو جوهر الصوت وهو جوهر الموسيقى. العدد هو أصل الوجود، إلى هذا الحد وصل الفيثاغوريون في تفكيرهم. العدد هو مادة الكون مهما اختلفت أشياؤه وصوره. كل الأعداد متفرعة عن الواحد، لأنها مهما بلغت فهي واحد متكرر، لذلك كان الواحد أصل الوجود، ومن الواحد نشأ الكون وتكون. عند الفيثاغوريون تلك الفكرة التي تقول أن العدد الزوجي يمثل الشيء المحدود والعدد الفردي يمثل الشيء الغير المحدود. لماذا؟ لا أحد يعلم، نقطة غامضة بالكامل. هناك 10 أضداد هي عماد الكون، وها هي الأضداد 10 في الصورة، لست في وارد ذكرهم ولكن تستطيعون إيقاف الفيديو والاطلاع عليهم. ولكن هل تعلمون ماذا يهمني كباحث في الفلسفة من كل ذلك وبالدرجة الأولى؟ يهمني تلك الفكرة الجديدة التي انتقلت بالفكر الإنساني نحو المجرد. تجاوزنا الطبيعة وظواهرها، وللجمعية الفيثاغورية الفضل في ذلك. صحيح أن الجمعية لم تقدم جديدا صحيحا في هذا المجال، بل على العكس هي كانت غارقة بالأخطاء والأوهام. أنا لم أتحدث عن أوهامهم وأخطائهم لأنه لا حاجة لنا بها، لكن كان من الضروري أن نفهم كيف فكروا وعلى ماذا استندوا حتى قالوا بأن العدد هو جوهر وأصل الوجود، لأن فهمنا لذلك هو ما سيجعلنا نفهم كيف تخطى الفكر البشري مادية طاليس وأنكسيمندر وأنكسيمنس. طبعا لم يكن ذلك التخطي كبيرا وملحوظا، لكنها كانت الشرارة الأولى. وأخيرا كان للفيثاغوريين آراء فلكية، قالوا بأن الأرض ليست مركز الكون بل هي كوكب من الكواكب التي تدور حول النار المركزية، وهذه النار المركزية ليست الشمس لأن الشمس كذلك تدور حول النار المركزية. ختاما أصدقائي الذين وصلوا معي إلى هذا الحد، أتمنى التعليق، فالتعليقات تساهم في نشر الفيديو. المراجع سوف أتركها لكم في الوصف. وفي النهاية كما أقول دائما، لا شيء يغني عن القراءة، لا شروحات ولا فيديوهات، القراءة تنمي العقل والفكر، هي مع الموسيقى من أجمل المتع الحياتية. شكرا لكم لطيب المتابعة، انتظروني في الحلقة القادمة، وإلى ذلك الحين سأطل عليكم في فيديوهات قصيرة مع اقتباسات من هنا وهناك. شكرا لكم من جديد، تحياتي الحارة والسلام.